في تليف على الغشاء اللي على الأوتار، فالدكتور قال لي ان انا لازم اعمل زي حمام دافي كده لايدي الاتنين. ده حل بديل، لان هو في حلين. الحل الاول يا اما اعمل حمام كده ميه دافيه، بعد كده بشيلها من الميه وبنشفها كويس جدا، وفي مرهم كده مساج اهو اللي هو راديان مساج كريم، بدهنه بسيبه مثلا لمدة حوالي ساعة ساعتين. انا عندي صوابع كده زي ايه بتقفش او بتعلق، يعني مثلا صوابعي ده قفش اهو، لما باجي مثلا اعمل كده وبيمطر معايا جامد. فدي مية يعني هي سخنة بس مش سخنة سخنة، يعني فوق الدافية بشوية. انما الحل التاني ربنا يعني يعفو عنكو ويبعد عنكو بإذن الله، ان انا اعمل عملية. ودي بقى ليها قصة تانية خالص. هي دي الفكرة، حبيت اشاركها معاكم. نسيت اقولكوا برضو حاجة، ان هو الفكرة ده يا اما بيجيلك عادي بس مش عادي، اللي هو يعني مثلا استخدام ايدك بطريقة كتيرة بترهقها جامد، بس انا بالنسبة لي جاتلي عشان السكر، انا مريض سكر من الدرجة الاولى. فهي دي الفكرة، ده يعني دي المضاعفات بتاعت مرض السكر بس مش اكتر يعني. بس الحمد لله على كل حال.